شخصني زومي هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا على قناة SNTV نرحب بكم في إطلالة جديدة هنا من الملعب البلدي بالناظور، هذه المرة طبعا في صنف آخر من كرة القدم أو 17 أو شوب فيتيان أو بطولة العصبة الشرق للفيتيان. طبعا مباراة تجمع بين فريق وفاء دريوش، فيتيان فريق وفاء دريوش وفيتيان فريق الفتح الرياضي الناظوري، أو عفوا فريق الفتح الرياضي الناظوري يستضيف هنا بالملعب البلدي بالناظور وفاء دريوش. إذن متابعينا الأعزاء، فأثناء الحكم بلال برمو عن عصبة الشرق يعطي انطلاق المقابلة، محاولة خطيرة لفريق وفاء دريوش بعد الحارس كرة فتحية، هجمة فتحية طبعا. جينا باش نقلوا هذا اللقاء هذا الاستمتاع طبعا، يعني طبعا فرصه جئنا يعني من اجل اكتشاف المواهب الكرويه بمنطقه اقليم ناظور، وبها يعني نقلوا معكم هذه الاجواء ونقلوا مع ضليب تشجيعا لهذه الفئات الصغرى. طبعا الكل يعلم ويعرف يعني قيمة الفريق، فريق فتح الناظور ووفاء الدريوش في المنطقة أو في منطقة الناظور. يعني هاد جوج الفرق يعني كتعطي اهتمام كبير للفئات الصغرى، يعني كنلقاو أن فريق وفاء الدريوش وفريق فتح الناظور كينافسوا تقريبا على جميع يعني المنافسات الفئات الصغرى، شبان صغار وفتيان. هذه المباراة طبعا
ربع نهائي عصبة الشرق للفتية. صحيح هذا التصحيح من صفحة الوفاء الرياضي الدريوش. المنطقة ذي سناغ سناغ منطقة سيتيني دغاك الحق، ولكن تغيما الإقليم ذي الجن وخا صفاق تيسمعوا. خطأ لفريق الفتح الرياضي الناظوري في الجهة طبعا الجهة اليمنى، وسيطة يعني عالي تحصل على هذا الخطأ. الله يحفظك اخويا المسير سبحان دريوش، تحيي خشاك ونتشكر شتا سنشق السنغ قضى فاغ مجهوداتي تقاد، وطبعا مجهوداتي مقرانيني تقاد كسك فريق الوفاء دريوش. زلمين بارا ورانشين نتقدم ماشي جن تحيه خزم معري تقاد كل فريق نش الوفاء دريوش الرياضه طبعا دي الاقليم دريوش. الله يرضي عليك. ونشره صراحة ونشره يعني غنغير شال المراسيل السنيزي دريوش، يعني هذا نغي قابل ذي يعني على الرياضة ذي الإقليم سنغيل الإقليم دريوش ذي سيج مجموعة على الفروق، يعني غنغل السنيلة غنغ جماهير يعني التاس ذي سبورت نادور تاروان دريوش ذي النير خو الوفاء ذي الاتحاد قد قعاد غا العصبة القسم الممتاز ذي فروق مغني. نتمنى إن شاء الله مستقبلا غاسني لي فروق ذي قاسني لي فرق مثلا دي كرة اليد كرة السلة ان شاء الله مرنو فاش حدا كاين غيت معاون السنة ان شاء الله لما لا من اجل طبعا اشعاع الرياضة اللي عندي تندريوش الشين طبعا وغنسمح ان شاء الامكانيات المتواضعة يعني حماة نتنقل ديني غنتلقي تغتيات ربما يعني ان شاء الله سكو سيدي حسين مريش تبدير بعض المناسبات وغان امكانية نزما ادنتس ادنتس. خصوصا يعني يعني سكواس يجي كوانا تير هذه القسم الاول هو تير اثنين الفروق تمثل المنطقه يعني الهلال دريوش، يعني نتمنى يورد غيسقى ربن الصوره السني زي الاقليم دريوش صراحه، لان هذا البعض شمار التارين يدير بعض المتابعين القانمين من دريوش وسن تلقى التغطيه قاغصا انه الامكانيات وتسمح شاه التنقل غد دريوش يعني شنو فين ناخذ تير شويه المسافه يعني خصك دير المراسل الذي يتغي ما دين. محاولة لفريق وفاء دريوش خطيرة كرة داخل معترك عمليات مقصية جميلة جدا من لاعب مهاجم فريق وفاء دريوش، لكن كرة مشات بعيدة على المرمى. كاس كاس تقول لي رواه شوي 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 تخيل
المشكل هذا المشكل اللي هني يوعر مي تو يرخو مثل الحل تحب تصغديش لا تفشل باش تزغ مش تمس تك تك كان صعب المشكل إذا سي على والو مش تمسها ماني غاسم سبحان الله العظيم ده صافي تفشل فوز وتف هيا اخر مره ايوا عندي ديك ما تخش التوقع غادي ندير هاد تزيد تي دا تحرك شو السام تحت تصغديش تنسى لي مركب الرياح تولد من غير راحه تروح مركب عزوك سي تكيك يا رجع والله العظيم شنو تروح اش قطع بيك كاع عايشين دور مثل هذه دور روح قشطه قش كسر غير المركب دين قاعدين تيحونا مره التليفون هز مزال سي تكي مرول المهم قصدينا عزو خسوه تحيه السي سمير كوارني الوفاء خساره يشتم سمعت نزي من عنده تيغوتي صغير خوخه تنزي غمو صباحك كيدي ولا حتى يدي ضبا وش ديس تحياتي السي منعم اي قضايا عزينا نتسحب بنتي اخويا منعم تليني بكل صراحه وبكل مصداقيه ضايق 80 فرانك عزينا نخذك بدون تما بدون وجه حق توالي مني هو راه تاعش قسن دوا او تقدم من رضلي اعتذار ديال لاباج نسنشين نقد في دار ذاك ناظم ايوا معليش ما راه تم اخويا ما غالي تجي نبذل عقته عزينا اذا غالي فيديو واش شنو غادي تفارش غالي بو العقده اللي كيجن شقاق من يتجن هو خصنا الماء اللي تقبل شويه الحقيقه غادي نشن حوايج توري غير وذان تخسن تقندين الترام وهم تويرين تعجي تورين غامين خسني هني هو غالي بو العقده ومين هني ذي الحقيقه تعدان خانغ فينا نغ عزينا نغضاه مجموعة نوذن 20-30 واحد زعما وفي غودي غير سق نورمالمون اني عداني خص هذه خدس ولكن للاسف دخل ديوذان معليش هاي العقدة اللي كيجنش بنعمل ديش بديش عما سوا عندي خد اسقا خان غاس سيبيلا لاش بلوكي غمرت عني شو خارقني خارج دي بارتي ذا قد بارتي ذا الفتح ذو وفاء الدريوش من واحد جارم الزيني غوفة من الهاد هذا الهاد منش احترم المشاهدين الكير يو ذا نقيل الاتصالات قين التحقيق جبد ندو قين الصداع والسنة المين يوقعان شقعات تصل هاد غاري بريباش كش فوتو من اذا نغيازين ده هاد غاري شو سقساتين اسمع عدي خشو حمزة ضبس
الوردي بارتاج اللايف هذه سبورت نادور لاح مولدين قد يخدي اس ان تي في وغالي واش التليفون نغني محاولة خطيرة لفريق وفاء الدريوش دائما داخل معترك العمليات كرة طويلة في اتجاه من اتجاه اقرب مدافع وفي مدافع عالي مدافع فريق فتح الناظور صراحة لهذه المنطقة هذه زاخر يعني بالمواهب الكروية اللي كنشاهدونا في هذه المباراة هذه صراحة يعني خاص الاهتمام فقط خاص الاهتمام فقط شوف 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 الطريقة باش كيلعبوا الشباب شوف 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 جميلة دين داخل ولكن كيبعدوا مدافع فريق فتح النهضر دائما اللي كنشوفوا هنا في هذه المباراة هذه في الدقائق الأولى سيطرة واضحة لفريق وفاء الدريوش في هذه المباراة خطيرة داخل معترك العمليات وتدخل الدفاع ماذا يقول حكم برمو ليس هناك شيء يطلب من اللاعبين يوصلوا اسي بلا ما عرفتي والو انت كذاب انت كذاب وسير ولا غنبلوكيك سير بعد عليا ما عندي ما ندير بالكذوب ديالي اوني هذا اش تفهم غوار خو راه ملي يتجبد هذا اش تفهم تو انت كلايف سي بلال تو تحت الجاني لعاب نخلار بيت خطيره جعتيتي تصدى بك قذفه جميله صراحه باسلوب رائع كيلعبوا لاعبي فرق شباب وفاء دري تو غنتسوا لايف الاستاذينو يوس بن ادم يقتضى ساعه الشرثين داري تخو حجاره وجي خو حجاره مزيان يجي مجموعه عن الشباب ذين تغين غيثم يقتضى تكتوش كتقتضى الكاميرا واسمو مزر ساعه الشرث ماني غاو غاس داو مزر غاو يقتضى في الزايد في شاخي وذني يوذني رمي واش خديم البور عقر ليس التسرع كسين ضاني حجاني تزيست غير نشيتني غير نشيتني يكفين هاقش من دي النومين فهمت وشك عنده هجم تخاف خصنا هذا ماذا تقلنا وضع رمع نغني باش هذه تولي الحقائق ونشد تحية شو شنجن حاشد أخويا بلال شو عارف هو مشكلة كسحاب بنتيب المدينة بنتيب شقا غير سحاب بنتيب قديم الدكارين نقا يطاسي من الدكارين وطاوان بنتيب تعيشنا كين غضا ديال النهضة سنديش نحاش تندين تم بنطيب الساكنة بنطيب تحييخ تندين دوكار عز الزنخانة غدا تاو ناري صور اش خبيك تم مسير الفريق ويقير ديش نحاش يعني ويقيبوش ان ردة الفعل يعجب اسر حراق شمي خساور انش خميني غاري مشكلة الفروق لحمو والدين والسلف ثبوت ندين الساكنة دي الموضوع فريق قد اللي غاسل مكتب نس غاس مسيرين سوى يتمثل بوش الساكنة الساكنة تمثل ثيو ذنت تحية السينور الدين تحية يعني تحية التوفيق ان شاء الله والوفاء الدريوش تحية السينور الدين تراجي غادي دياوي ثم سمع اني نكذاوا سمح فيه قبل الترجيج فوالي الشغل الساحر هما عالي يلا عالي سقافو الى الغياب فريق فتح الناظور يتحول انت غادي يقرب عاد غادي يدور شويه ديك بارتي واني من زرا السيطره النجم جسقان والوفاء الدريوش للجوله الاولى نقدر ربع ساعة ثم زواروت الفريق فتح نظرة انت يخسر يفغر خديرة ربع نهائي عصبة لعصبة الشرق لكرة القدم في تيان اك او 17 حتى تنهز زي التليفون منعم وغارب وثم سمع اني زي تشدان ده اني غاشا وباش وغريب ومشكله تسحب بنتي بورك السكينه قد شعر فهم خش قصير حر يا شي نغيش النقطه النغني يلا ملي تجبد ميمي الصحيفه وامتحاد بنتي بتي وما سند اثنين الكراسه سبورت نادور تجي مثل بالدنيا يعني ما هو حسن الضيافه جاوب غير السؤال المهم شقا السند نش السند واش جان غنبر هاد بارتي ديال الاحموريت فخص هو ديك الصراعه صافي من يعدون يعدو الله يسامح سيدي نش تنزل خل حقوقين الله يسامح شي ندومات انا صاحبي خصنا مديري دومات الرياضه هو تفرق الرياضه كيخصمونا يوده فهمني غير الرياضه خصها تبسطي ديال الروح الرياضيه ني لي دومات ثاني كل العلاقات كيكسور قهوه كيدير سودر قهوه ناضي غير حوايج داخل في تهاز ودا تفاد ناش غير حوايج غير شافك شنو قناه الرياضه ان خبر ونعيم العبودي نش الهلال يمكن ندين بارتي اذا القسم الاول
هذه عن اللغه لون الكاس وش اتفق ان الكؤوس خلب على فروق ل اتفق ان الكؤوس خلب على الفروق ان نجس قال المنطقه اي كلش من المنطقه هذه انت المراسيم تسليم الكاس مباشره على قناه الرياضيه. تحيه السي يونس تشكالي شطاس نشكا السي موسى ريفينيوس نيغا موسى الفطومي اذا غادي نتقن بونو ابونو ابونو شي سطوح نجعني مسكين تمارين واجعتي صح قد فصارح لاعب رقم 10 في صفوف وفاء الدريوش او 18 ربما 18 يمتاز بالقذف من خارج منطقه الازعن لاعب صراحه يعني ملي تقول حنجاني رائع جدا طريقه زي الشطبارون زي باريكا على دي زويت والله العجيب يعجبني تيرو النص ماشي الشث واخر تيرو ونيتا يزي غا الثقافه حنا درك عندنا اقشح حنجاره ونيتا قيس دغ المدرب علينا الجنيور الاستاذين والشباب خبتي عن الشباب يخصهم يتيربوا الميول الشباب شجعيثن نمشي نهزو الشباب نشجع لقينا الى الدريوش لقينا الفتح والسنتوك الشمالي غاتيرمينا لقينا المستقبل الاقليم المنطقه في كمر قلني غير بحالنا خاص نصفق صافي سالينا صافي اش محمد يلا اقوم يحرمني التم سمعت باش نصدق عن بوقا ثلاث روح محمد خصها تنضى ارا بغاو قارنين الغيضيق الغيضيق 10 اللي غاسيتي له من الحي 18 صافي عيشه محمد التليفون زباله ماشي تمنو تحرم واش انا على التشكيله راش روح محاولة لفريق دروش برمو يعني برمو يعلن عن خطأ لفريق الوفاء بلال برمو حكم عن منطقة الناظور طبعا طبعا الزريغ يعني توصل غتسلم موعد المباريات طبعا وسيغ دير فارجو هو وسيغ دو سيغ زي سنشجع شويه الشباب سن كرانيني يجلب لان خسر يخص الاعلام والتليفون اقتصر فقط على الفئات الكبرى نمشي الفرصه لجميع الفئات العمريه ان شاء الله نقول ماذا نختص الفرصه يعني المناسبه راني ثني غنفاضي نفرج زعل الامكانيات المهارات غاس المحاوله خطيره لفريق وفاء الدريوش داخل معترك العمليه وداخل معترك عمليه مراوغه ولكن الدفاع عن فتح الناظور اللي دخل في اخر لحظه ودي سبع ضربات باش نتورى فريق الدريوش اكثر يعني جديه في الجولية الاولى الزمن الغريب تحياتي تحيه ايضا سي محمد دودوح النش الدريوش
يسخر سلمى وهيب الشباخ صغاو ذي سنغ باش نفوس وذي سنغ هيلان صحيح سي محمد هو تجي يدري وشوا هذه جميع المناطق نعرف الريف يعني الاهتمام ذو هذا المشكل غنغتشين دا اصلا وغنغبوا الاهتمام سلفئات الصغرى ثمانية غيتشجان نتعانى نتعانى يطاس على مستوى الموارد البشريه وخص صراحه شنو وصلتوا فارشه الامكانيات ديال الفئات الصغرى يعني تحوج تتصل الامكانيات تحوج مجموعه الملاعب تحوج تتصل نتمنى من يديري نتمنى يديري وثاد الاراده يعني الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان شاء الله ان شاء الله نتمنى الديربي نتمنى الديربي جاء الفريق فتح الناظور الهلال الناظور معليش تقنيه شي عميد يوسف قديم الديربي جاء وفاء الدريوش الهلال الرياضي الناظور طبعا الذين يجن التاريخ قاسيد رشيد الماحي يسن انه ديرت البارتي ديال وفاء الدريوش الهلال تغاسم تيجن الرمزيه ديجن القيمه الطم قرانتو شوف فارشه خطيره وهدف خطيره وهدف وربما لاعب بوكيلي على ما اعتقد لا 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 الهدف الاول لفريق الفتح الرياضي الناظوري اول محاوله في الدقيقه طبعا دقيقه 22 من الجوله الاولى اول محاوله لفريق الفتح الرياضي الناظوري كيستطيعوا يسجلوا بهدف تقدم غول التقدم طبعا رشيد الحمداوي يعني الصراحه معروف يعني ديال المنطقه يعني كمدرب لفئات الصغرى قشتقي تاع محمد شناس رشيد الحمداوي صراحه يعني تقوم مجهودات تمقرانين الفئات الصغرى حمادي السرهار يعني المواهب فينا محاوله خطيره لمحاوله تعديل لفريق دريوش خطيره داخل معترك عمد كيدخل المدافع دائما خطيره 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 تعادل تعادل نعم تعادل التعادل شوفوا فرحة المدرب لقطة لقطة زوما 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 فرحة فرحة للمدرب مدرب وفاء الدريوش يعني طبعا الفرحة هذه يعني أنه اعتقد يعني حس أنه كان الأفضل يعني حس تغث الأفضل وي ماركاشا تزد الفتح تيجي المحاولة ماركا ولكن استطاع ادي دور دي بارتي ده. مباراة ممتعة والله العظيم ممتعة بلا الضغط بلا المشاكل صراحة مباراة ممتعة اسوني شو صدق شي كومونتير طبعا باش نوضح واسي محمد عبد الكريم ولا يحنجاني والسين قاسم مروان يعني باش نجربوا المشاكل يعني نيري واضحين نيري واضحين الاخوان فريق فتح الناظور فريق فتح الناظور محاوله لفريق فريق فتح الناظور فريق هلال الناظور فريق فتح الناظور فريق هلال الناظور يعني قلت باي كرة القدم بمدينة الناظور يعني بدون يعني تسمى ما نجاح تجدون غني الشندة دو مثلا فرق سنين تمثل نفس يعني الشعار ونفس طابع ونفس الماركه شو نسخر لك بخيخ في النق وانت في بودي الصراعات من نواع سن كش تفوز بفوز ورجال يعاونوا نغريس منهم يزمام محاوله خطيره لفريق فتح الناظور لكن تدخل حارس
ميمم سنت تعتذر ميش دون غني تحية للدريوش ونسبني وكل الله يرحم الحاج تحية نعم خطيرة خطيرة تدخل الدفاع الله يرحم يعني من هذا المنبر هذا يعني كانت ترحموا على الحاج المختار قيدوا من الرياضة بإقليم الدريوش النتيجة 1-1 دائما تعادل 1-1 كان لعبوا تقريبا 27 دقيقة منذ انطلاق الجولة الأولى دائما تعادل 1-1 خطيرة لأمل لوفاء الدريوش هذا اللاعب رقم 10 لاعب ممتاز شوف كيف كيراه لاعب رقم 10 لاعب جيد جدا تمريرة بينية تدخل الدفاع تدخل الدفاع كي بعض الكرة اللاعب رقم 10 في صفوف وفاء الدريوش موهبة كروية تستحق يعني تشجيع يعني كيراو مجموعة كيراو ثلاثة اللاعبين كيمرر كرة بينية خطيرة لفريق الوفاء ولكن الحارس فتح الناظور عطيتي تدخل بطريقة جيدة كيدخل الحارس كي بعد الكرة التامت استماس لفريق الفتح الرياضي الناظوري كما قلت هناك موهبة كروية رقم 10 في صفوف فريق وفاء الدريوش جماهير قدروها بالمئة جات لمشاهدة هذه المباراة هذه طبعا في مدينة الناظور نعلم جيدا أن الفئات الصغرى يعني ما كتعطاش ليها القيمة باش الجماهير تجي تفرج فيها طبعا شاهدت واحد الفيديو أرسله لي أحد أفراد العائلة من ألمانيا من نهار كيلعبوا الدراري الصغار ديالهم كتشوف ملعب عامر وكيجيو معاهم الوالدين ديالهم والعائلة ديالهم حتى حنا كنتمنوا أن هذا الشيء يكون مدينة الناظور أنهم اللي تلعب فئات الصغرى ديال الفرق ديالنا ما خليهمش بوحدهم نجيو نشجعوهم باش ندفعوا بهم لقدام نبعوا المباراة دائما كما قلت 1-1 رديجن غيجن جاء فريق فتح الناظور الوفاء الدريوش دائما محاولة خطيرة لفريق الوفاء سيطرة على مجريات الشوط الأول لفريق وفاء الدريوش تدخل حكم بلال برموكي على خطأ لصالح فريق الفتح الرياضي الناظور حاول نعور توقف مباراة إصابة لحد لاعبي فريق الوفاء إن له الشفاء العاجل عفوا لقبع ربما لا لا إن طبعا نشين تحية ياتيس أما النبي لا العالم قالت إني تحية السنابيل والصين أما النبي حتى فريق أمل بيدار فريق ونعم فريق أمل بيدار أيضا فريق إيه وقع حمزة خلوقي وقبوي يسلك لين غد المعلومات تغيتي الشرق في معلومات فرق أمل بيدار طبعا تندين كروية زقومي السنغش فريق أمل بيدار فريق يعني ينافس ونتمنى صراحة نتمنى وذن أمل بيدار هذا بدنا خيجو دار حما غدا كيبويا أمل بيدار إن شاء الله دي قعد ما انتقل القسم الثاني هوت لان مدار صراحه خصني تكيبو بعدا على الاقل ديال القسم الثاني هوت ديال القسم الاول هوت اذا قاد يجي تنديت غاسي وذا الناس يخص الحركه شويه تذمون راه نيثني غنغير يشكيبو دي مدار يتفتخر زيس مره ثوا مدار يجي ثوا صراحه عشقن كره القدم و
السنة تصل يعني الإخوان زي ماذا صراحة يعني غاسج الغيرة تم قرنت خارية ذا دون نعم ومثلا غدون هاي خصبنا المذيب شفوس بفوس حمام أنوي غزة السي محمد أبو كريم بالنسبة يعني قطبي المدينة طبعا الجوبة قطبي المدينة طبعا فتح الناظور ذي الناظور غاسج بجموعة المصالح يعني مشتركة خصوصا مجموعة المشاريع المشاريع بوضع خاصة نظرا يعني ما مشتركة تيري غاسل نفس الهدف السرع عن سنين يشتمني إن شاء الله خذي نقول المشكل جارس كل شيء تلاقي شنو قسم مختلف السرع فقط إن شاء الله خميني غير المنافسة نغدير به هذه يعني المستطيل الأخضر واني غاية عبحان بصحته يعني قد تنين الأقطاب تمثل نشت نديت وتمثل نتين دي تقصد كشن فوز بفوز لنا غاسل مصالي حتى مشتركة واني نقصد سقعني جن شخميني مرة غدير به الفتح ذلي يعني شنو غان كلاسيكو بارسا مدريد قبل هي زيستف تنديت مرة مرة يا ابني فهمني يلا تحية ثومة حمزة تحية سيمون عيم العبوضي ولا يسير دوات ويقيد كومونتير المسير صفحه وفاء الدريوش السلام ورحمه الله اني قا بارتاجي خو بوبري تشكاري تنت قصاره والله العظيم مش خبيت خصني نشان نحاش الدريوش شي حي ما نكسيغ المعلومات التاريخ دخل الدريوش كسيغ دي الصفحان صراحه تشكاري درنت تي زعما الناس داك الصفحان وفاء الدريوش وايضا حمزه حمزه اسروت وامير ايل من عيسى هربال تشمت كملك الهيله لا والو قاشي من السي بن عيسى تما اي فريق قاص الحظ نص شي ندي الجن شي المار هذا ومات صلاح والنشاط تم مزيان تلقش ذا صلاحك الفاتح سمح الديس محاولة لفريق فتح الناظور من الخلف تمريرة طويلة الجهة اليسرى فريق فتح الناظور خطير دائما من الجهة اليسرى المحاولة لفريق فتح الناظور ولكن قشجع الكرة تقطع اللاعب رقم 10 أفضل لاعب في هذه المباراة لصالح فريق وفاء الدريوش كرة جهة اليمنى مراوغة دائما هناك صراع بالكرة مع مهاجم أمل وفاء الدريوش ومدافع فتح الناظور في الأخير كيدخل الدفاع فريق فتح الناظور كي بعد الخطوة شاهد المدرب الحمدي كيعطي تعليمات ديالو اللاعبين باش يلعبوا يعني طبعا يلعبوا دقة دقة نعم مباراة ماشي ودية السي الخطابي إنما مباراة رسمية مباريات تسد طبعا دي إطار بطولة عصبة الشرق لكرة القدم أو 17 الربع النهائي طبعا قتيران ونغي وين العصبة يتير عليك باقي الفرق المغرب قادين ذي بطولة أنتي ناسيونال يعني وطنية ذي بطولة العصبة فقط ثاني تنغل نضابين بطولة كمر محاولة فريق وفاء الدريوش تمرير جميلة هناك تسلل هناك تسلل نعم ذي سورجو ولكن شمين دي خزاق شوف خزاق بوما دورجو ما وجي دورجو نش خزاق الطريقة الذكاء يزيد يمرر رقم 10 وفاء الدريوش اسم 10 النمر 10 اسم انت لا لا النمر 10 الدريوش نبيل بوبو بوبو رب نعم نبيل بوبو لاعب رقم 10 في صفوف وفاء الدريوش افضل يعني عنصر فهاد المواجهه يعني الابرز يعني مميزه اللي كيتميز يعني اللي باش كيتميز فهاد المقابله التمرير دقه في التمرير عارف انه خاصو طبعا تحسين اللياقه البدنيه ديالو بزاف ديال المسائل ولكن صراحه في التمرير جيد جدا دقه التمرير كيعرف فوقاش يمرر
وفوقاش ما يمرش وكيعرف كيف فين كيعطي الكره اللاعب. كنلعبوا تقريبا 35 دقيقة ودين شانيش دائما تعادل هدف لمثله بين فريق الفتح الرياضي الناظوري وفريق وفاء دريوش دانيتادي الملعب البلدي لهندية النظار المقابلية إيتيران برسم ربع نهائي عصبة الشرق لكرة القدم قل 17 سنة. بالون بالون غدري وش بوبو ضيراو بطريقة جميلة. شوف التمرير شوف هذه التمرير بوبو تمريرة لاعب ممتاز مراوغة تدخل الدفاع المدرب سخويو وليد وليد ربما يقاز زيادة ويلعبو الزميل معليش المدرب الحمديوي المدرب اللعاب مزيانا ولا بد الخضان ونبيل بوبو. شكرا ياسين غشي يحفظ ربي العالم رحم وليد ياسين بولخريف تشكاخ شطاس تقريبا المشاهد مزيون اكتشاف تشكيلة وزدنا عطان وفصف في الحكام بلعن الفيستير ماشي مشكل ان شاء الله ما نغني. نبيل بوبو شكرا ثومة نور الدين الشباب نغي عزن اقشال لوكيلي نشق افضل موهبه غاسن دي الدريوش راهي اخصص بعضها بثي التطور نودان نتمنى يا التوفيق ان شاء الله ذي المسيره الكرويه لما لا ذي غزه ان شاء الله خطا نعم خطا ذي الدفع لصالح فريق فتح النهضه. طبعا ومثلا غدون الفتح وجبوا 60 مليون عام 82 وشتيني بكل صراحه يعني وشتيني في قشا دروست ولكن الجامعه قوزمات وفقعوا الثمانيه الاهلي وبالون نوار الجامعه غاس الموظفين غاس النظافه يعني غاس تصل المصاريف نغني نشين مثلا ديال الاحياء الهام نزو مثلا الشوارع نزو مثلا قاعدين التراث تذكر شنو المطالب ولكن 2 مليون لمين حيت الشن ايوا بالون دروس بالون تحوج الثمانيه انا رجع لعب وهذا خاص غاست هذا يجوا لعب مرات يودا لعب يسبح خاصك قاعد هذا خاص غاست 82 مليون اخش مين دين واش نحاش تاع هذا خطيره لفريق فتح النضور ميقاسيه بعيده ضربه مرمى الله يشافيك وما شوف يا عبد العناق جاري مسكين زي اللاعبين يشارك دي المباراه اساسيه ولكن سوء الحظ يتعرض للاصابه فقط اتمنى الشفاء العاجل والعوده الى الملاعب كيشوف سيدي ربي العلي محاوله ضغط لفريق امال وفاء الدريوش ولكن لاعب فريق فتح النهضه عالي كيخرج الكره عالي كيبدل الاتجاه في وسط الميدان كي بوث النغمار راهو نيكسين 80 مليون بصحتو نيكسين 60 بصحتو شو انا مشكل ولا كيج الباحي محمد لاعب هلال النضر الى جانب مدرب هلال النضر لكره القدم النسويه ايضا كيحضروا في هذا اللقاء هذا لاجل دعم الفئات الصغرى
النتائج واحد دون تورد دور شتي نيغنيشن مره قد نهار شكيبو قد اس مثلا اثري تي راه زيس بالون شت قد النتائج غا قد سني ودرت بارك النتائج اختي لعب بالون تي راه النتائج راه شنو الصراحه فتح عام من 2021 راه بيتو تي راه خد عاد وانا ضايك مري ميز شو تعيش غدي ذي الوسط فهمت ضايك مري تو تنزكي عكيف قاعد غسيغون ده كذلك الفتحه مثيرا كيرا يعني من الباقة صافي تغاز بالطموحات قاعد دي المرحلة متقدمة يتس اوتوماتيك مول جمهوري الماريا المدريد ميستروح البطولة وشا شاو ذا نملل عادي مني عادي لكرة القدم محاولة لفريق فتح الناظور مراوغة دائما كرة خطيرة يعني الامامه يعني اللاعبي وفاء ادري واش كتفوا بالمراقبه فقط الكره مشات بعيده خرجت ركنيه لو استرتت ما تبع حد لاعبين مثلا قفل عبد فغا كوارني يعني زري لعاب الدفاع ندري واش بدن وهذه المحاوله يا ثاني محاولة لفريق الفتح الناظوري خروج الحارس والمدافع في الاخير يبعد الكرة الى التماس تماس لصالح فتح الناظور دائما عالي غين في التماس عالي طبعا اللي شارك مجموعة من المباريات هذا الموسم مع فريق الكبار العالي اللي كيلعب كما كنشوفوا ظهير ايمن هذه اللحظة الاخيرة كنشوفوا ان فريق وفاء الدريوش رجع للوراء ربما من اجل الخروج بنتيجه التعادل في الجوله الاولى بعد ما كنا شفنا ان المباراه تقسموها الفرق الفتح ودريوش على جوج ال 20 دقيقه الاولى شفنا سيطره لفريق الوفاء والان في 20 دقيقه الاخيره كنشوف ان فريق فتح الناظور بدا يدخل في المقابله محاوله لفريق وفاء الدريوش هنا التسلل حكم يعلن عن تسلل محاولة الهدف هدف 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 عالي نعم عالي كيباق دفاع كيباق دفاع والحارس وكيسجل الهدف الثاني لفريق وفاء الدريوش عفوا لفريق فتح الناظور جوج لواحد الهدف الثاني لفريق وفاء الدريوش عفوا لفريق فتح الناظور الهدف الثاني لفريق تراجع على المستوى الدفاع لفريق وفاء الدريوش في هذه اللحظات الاخيره يعني شفنا كيفاش علي قدر يعني نسلم الجهه اليمنى ويخادع الحارس وسجل الهدف الثاني جوج لواحد ولحظات قبل نهايه الشوط الاول Yeah.
هي محاولة لفريق وفاء الدرس من أجل التعديل، لكن قذفت مهاجم الجناح الأيمن ديال وفاء الدرس كيقذف الكرة بعيدة على مرمى فريق فتح الناظور. لعبوا وقت بدل ضائع. يلا يا بلال برمو في انتظار، دابا غادي يصفر بلال. انا كنعرف بلال غادي يرمي الكره الحارس غادي يصفر، كنعرف بلال مزيان حيت ولد الحومه ديالي. يلا يا بلال برمو، يلا ميس انتزيرين صفار نايح شوي. نعم ما مش سنغ بلال ربدا قيمتها كاينه غير المتابعين غيعزن تبدا قيمت قوى نقطع بالله يبارك يبدا الشوط الثاني. والله ما يصدق الصوت السن أبريمو Thank you.
Thank you.
لأن متابعين الأعزاء بعد لحظات ينطلق اللقاء في جولته الثانية، طبعا اللقاء اللي كيجمع بين فريق الفتح الرياضي فريق وفاء الدريوش وفريق الفتح الرياضي الناظوري برسم ربع نهائي عصبة الشرق لكرة القدم. في جمعة عرق في جمعة وضع أكسل لك شو صاحبي وها مش هندق لها تشوصن متابعينا الاعزاء على قناتكم اس ان تي في بعد لحظات وينطلق الشوط الثاني مباراه ربع نهائي عصبه الشرق لكره القدم بين فريق فتح الناظور وفاء الدريوش. الشوط الاول انتهى بتعادل او عفوا انتهى بانتصار فريق فتح الناظور بجوج الواحد. انتظار طبعا جولة ثانية ربما غادي تكون جولة يعني الحاسمة وتكون من نار بين الفريقين، شكون غادي يدوز لنصف نهائي بطولة العصبة. في هذا الأثناء بلال برمو كيعطي الانطلاقة ديال الجولة الثانية، كرة لصالح فريق عمل دريوش نبيل بوبو كيرفع كرة طويلة ما كتوصلش، كيدخل دفاع فريق فتح الناظور، كرة دائما لفريق فتح الناظور، كيبعد الكرة كيغير الاتجاه في الجهة اليمنى لعلي ظهير الأيمن في صفوف فريق فتح الناظور. طبعا متابعينا الأعزاء على صفحة أو على قناة اس ان تي في تابعة للموقع الإلكتروني sportnador.com اللي كيشهدوا معنا هذا اللقاء هذا في هذا المباشر هذا يعني من اجل اشعاع مزيد من الاشعاع لهذه الصفحه ومزيد من التفاعل والدعم اللي تقدروا
قدموه لهذه الصفحة هذه متابعين الأعزاء، وهو يعني المشاركة والبارتاج في على وساع نطاق، عفوا على نطاق واسع. إذا من المحاولة فريق فتح الناظور، فالتا فالتا خبز ديسا زرماد أتيرا تزيرا تدخل الحارس، شاهد تدخل الحارس والحكم بلال برمو يصفر فالتا الحارس وفاء الدريوش. فالتر بدا إيه الوفاء ديال الوفاء ديوي مش توريتيش تعليمات العاب خوغز ديس فوسي محاوله للوفاء وتكنشا ولدينا نوذي الاستماتة فريق فتح الناظور، محاوله خطيره لفريق فتح الناظور ولكن تدخل صراع على الكره بين اللاعبين بين جن الصراع عظم قران جاري العاب ندير وسط الميدان خبالون فالتا بلال برمو فالتا يومي الوفاء يلعب النوفا الدريوش غابيل نبيل بوبو نبيل بوبو تمرير لم تلاحظ انه لعيب تلاحظ في بارتي ديا ليس وجي وغنخشى التقنيات غير يلعب ولكن تولي اللياقه البدنيه ربما يجي تنقش تغير يلعب ديال المقابله. محاولة الوفاء في وسط الميدان هذا عنصو بالون بالون دا زيرار ودائما لفريق وفاء الدريوش خوزيس فوسيغ بالون غار وسطومي نبيل بوبو نبيل بوبو طريق من زيراو نبيل بوبو قلت جعطيت ربما تيرقي في شاسو فوسط فغ ضربة مرمى نبيل بوبو مورا وغاسج الطريق لاعبين مقرانا يراوغ في اللقطه ثم زوارو اللقطه ويستناين القفه القفه الناس من حسن الحارس جعتي تروح سنجي نيغي بوتوني سنجي بورتير بالوني فاتح ديجاج بالوني فتحين غار وسط تدخل مدافع الدريوش حاثر خو بالون يلعب الدريوش من غير نصو بالون ربدا التمريرات مشت ورا فريق الوفاء يزو غادي يدور دي 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 سي تارخ الاجواء المباراه شان فريق المنتخب فريق يعني الوفاء يخسر 2 غيجن دانيتا ذي النظر راك الفتح 2 غيجن محاوله الوفاء خطيره تدخل الدفاع دفاع سبعة البالون مازال بالوني الوفاء ذي نبيل بوبو نبيل بوبو يمكن هو يحاسب خو بالون تفق فويرا يجي تتفق فويرا وفاء الدريوش نعم سي رشيد الدرغال طبعا في هذه الفئات الصغرى يعني من غير حلو شي نقان الشباب مزيان نشجع وهذا بو المنافسه هذا نتا حقا وني غير حنا تنفاح نصفق كي نتقاسم الاجواء طبعا الاقليم الدريوش اقليم يعني النغني شي مثلا مثلا شي نقان اقليم ناظور ولكن ضيوف النغ ما يلعب حن ما غنغبوا المشكل لان فينا تغيير الفئات الصغرى نتشجع يتن فقط حما لان المواهب سيكون انا زيد نستافد مره محاوله تدخل الدفاع مدافع فريق فتح الناظور نمبر 26 يتقيش المباراه الصباح ذي نهار امام قوه يعني مهاجمين الوفاء الدريوش تدخل الدفاع يصبع البالون محاوله كونتر اتاك الفاتح ربدا فويرا ومي الدريوش الوفاء الدريوش حكم يصفر فويرا يجب بارتي ذات شنان الطس يتقدمت برمو رغم انه يحجاني النش انه الحكم ضميس النظار يتصفر بارتي ذات الدريوش للفتح لكن قاغس برمو محايد نزيه حكم معروف سنزا هذا انت ذي الاقليم نظار مريرا مريرا غنشا ذي صفانيشا وكذي تريحشا Thank you.
شميت مني غزي المتابعين الاعزاء يعني بعيدا الفتح ديال القطبه يتمثل انت ندي تستناين ميمي شي من قال الحقيقه قاعده يجي الحقيقه خصها تنرمدو تنقبل خصها معاون عالي فالطاي الفاتح عالي مراوغه خوزي ساف حسين يدخل للمدافع فالطان يعني الحقيقه نتقبل اش الزغ انت ديال الكومونتير تجمج التعليقات سبحان لان ما يمي قال مزال الشباب راني حرام لي مزيان لي غلفيتي انا قال راح اوتوماتيك مو غاني بارتي دا غاد السني اللي تغادي لايف حط زال لي كومونتير راني نوزو نزال لي كومونتير التشجيعات نتشجع حيما غاد سي غينا ديال المجهودات تيم قرانين حيما ضوض فالتان الفاتح خطيره قابسه اللي يدخل الدفاع يسبع البالون بالون يدري واش محاوله نغجمه مرتده يدري واش خطيره من غير بلال بوبو يتابالون غير وسط اللي يراوغ يروح الزايس يراوغ يلعبو سناني مرر بالون ويفيقشا طبعا بالون ويفيقشا لم يدير خويا السوفيت ربما علي غفويرا فويرا اي الوفا الوفا تيران طبعا سقاميسيتا الطار ربيح تشمرات فتح الناظور تيران نسوى الزرق الشونجمون ديال المدرب المدرب الوفا ديك التغيير تغيير ما دي بدر الخطه الشونجمون دي ماني الشونجمون يا دي ريدا بي على المستوى الجناح الايمن عفوا الظاهر الايمن فويرا يومي يدريوش الوفاء ديران فويرا محاوله ولكن معليش لعبني النمره 6 حيد عاش ويمنع ابو بالون يعني كونترول ابو بالون مليح ماشي مشكل فويري الفتح بالون غدري واش هجمه تلعب الاستماته دفاعيا فريق فتح الناظور الريند بالون دور هجمه الفتح رخو صراع صراع قوي غير جادر وسط الميدان جاء الفريقين التدخل ربما عالي فويرا فويرا يدريوش ترى انه فريق وفاد دريوش يتحول ما امكن هذه قارب غابورتيرون جعتيت حيما ذي سجل التعادل ربدا فريق فتح الناظور يا ربح سنين غيج انتيرار انتيرار تقريبا 9 مينوت منذ يعني تبدا الجوله الثانيه يا ربدا فتح الناظور اثنين وفاد دريوش فرصه حارس نعم هناك تدخل في حق الحارس حكم يصفع فلطة مباراة رغم يعني النتيجة ولكن مباراة متكافئة يعني جاء اثنين ترفيقين ذي الملعب بلدي بالنظر بورتيرو فريق فتح الناظور شنت ورا يوضا تمنيت الاصابه نست الاصابه عاديه فقط تحيه ثروان دريوش كاين غدي سبحان سبورت ناظور ني غن اس ان تي في مروع عاد وقيم مروع عاد وتفعلم يعني الجي من لايك الصفحه انا شاديك النيوز تقدم جيمي لاباج صحيح ثومة أحمد صحيح فريد ياسين بن خريف أيضا تحية مدرب وفاء الدريوش رشيد حمديوي حسن حيبوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلال برمو زو لاعبي فريق فتح الناظور تتعن فالطا برمو ينسير بالون باش تسندوها انه هذي سبود مس النظر هذي مصداقيه للنزاهه ونجا النزيه نزيه من
ثاني غزي العربي تديس بالبالون يلا يا بلال لعب ندري وشي وذاذي أخو صديس ما علي شكار سلامات تمنى إصابة ستيري إصابة خفيفة تمنى يلعب ناس بالبالون مني مري وضاء شو لعب السلام أنس البرقوقي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لك من مدينة الناظور تحية مغاري مرة الشباب نغل الجمهور المتوسط نغل أقل من المتوسط يجوسين تشاهدين المباراة ثانية مش سنغل فئات الصغرى دعامة أساسية هي الفرق الكبرى لذلك خصيص أن تشمج الاهتمام طبعا نعم السي زكريا ابو العيون انه ما سيدي يعني خطا تاريخي يقيث العصبه هذه تبرمجت يعني مباريات الشبان دي سيمانيتا وتزامنك الامتحانات ايوا عندي شاينير الشن سي محمد والي قهوة يا حسين بارك الله فيك الله يبارك فيك عيشة هذا كين غما الله يبارك اشي حضاب اخو يا مرحبا يا ربك سبحان الله الحريق من شغير الله يكساح الحمد لله كل شيء عذوم واخا لا بارك الله فيك يا مرحبا وعليكم السلام سيج نادير تحية احترام لك أيضا تومة نادير تومة حميد نتيجة مش توريغ لها على الصورة اثنين غي الجني فريق فتح الناظور تعبح فريق فتح الناظور الوفاء مدريبش محاولة لفريق فتح الناظور كرة طويلة تدخل الدفاع مدريوش فريق الوفاء مش تغن زرايب ذا بارتي ذا سجن مستوى يعني عري الطاس ولكن تولى انه يتراجع هذه الجولية الثانية حاول لفريق الوفاء مراوغة جميلة زيكو لعب رقم 11 تمريرة هذه العمق ولكن تدخل الدفاع فريق فتح الناظور بلال برمومينينا فالطا الفاتح يلعب
لاعب الفتحه اللي ران بالون لباب الحكم اسود. الحكم يلعب يوضاني نشيل على بالون سنغ من ديني. محاولة لفريق فدروش هجمة خطيرة خطيرة لاعب رقم 7 قد فاك تصطدم الدفاع سهلة في يد الحارس جاتيت. مراوغة جميلة تدخل. نعم هناك خطأ على لاعب مهاجم فريق وفاء الدريوش. كانت لاعب وفاء الدريوش يمتاز بالمراوغة. ويفرص تشتي غذومة أنس يشتي يشتي ذي الشوط الأول مسكين يفهم. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام سي محمد مرحبا. بارتجت شوية لايفة يا حرام تشجع شوية الشبابين. بارتجت شوية لايفة بارتجم شوية لايفة بس قعدت شوية لايفة مش مثلا شوية توفوسي الشبابين حنجانا يتيران دي بارتي دي ثلاثة. بارتاجا في كاين شوية لايبة شجع شوية الصفحة يا حي ما تنسقعد شوية يلا من أجل التفاعل أكثر. أبراك النيو زعما الصفحة ما غتقعد على بزاف نشوفو سنهم أبارتاجي نهم الدعم نهم القناة إن شاء الله تيري ديجي القناة نعرفها من يكمل ميم إلا ودي كوير المغربة من يكمل سو شجع نهم ذوب الدين نهم كيثار ونطمعهم. Thank you.
محاوله للدريوش كاين القدفان ستات مات واحد لاعبين فرقه في كل عام فغ كوارني كوارني الوفاء كوارني بدا بالون ذيك اللي دزويت لنا فريق فتح الناظور صراع جانبيل دائما الكره فريق وفاء الدريواش عرضيه ولكن بدون عنوان غادي نرجعوا لعاب ديك العاب من الوفاء ذيك اللي دزويت عراوغا شاهدوا لاعب فريق فتح الناظور رقم 28 لاعب فريق فتح الناظور كيف كان يعني المراوغات لاعب ممتاز لاعب رقم 22 في فريق فتح الناظور وراك عاد وراك راسه وراك مدار محاولة خروج خاطئ للحارس خروج خاطئ للحارس ورقة حمراء ورقة حمراء نعم معليش جعتيت معليش معليش الحارس جعتيت نسنيث لاعب خالوق ربما يعني متوقع يعني الخروج تغطي صراحة يعني خاطئ وفوغنس يعني رمي عرقل لعاب اوتوماتيك مو غا بار كاري زويت تسكوارت قانونية يعني قرار صحيح للحكم بلال برمو وعشرين دقيقة الجولة الثانية ربدا هنا نغي الجني فتح الناظور فتح الناظور من قوس من اللاعب فتح الناظور تيراك تنقشت باني تارد جعتيت واه ياسين نعم فيز كوخت هي الحارس فتح الناظور رواني يوم يعرق المهاجم من وفاء دريوش باري كاري دي زويت فيز كوخت قانونية يعني قرار صائب الحكم بلال برمو ينغيج يديك خاص كورتي دوك نقول الحارس الاحتياطي لفريق فتح الناظور تغيير اضطراري رشي تغيير اضطراري
التغيير تلاري المدرب محمد النصيري تشومبلي المدرب فيتيان فريق فتح الناظور. تقدم مسج تحية السان محمد النصيري مدرب الشبان النغل فيتيان. سي رشيد تحية. صافي خير. حنت سيول شوية خفيات الصغرى. الآن نقيم الفلطة، الفلطة الوفاء خطيرة من تواريخ السانيتا مرمى فريق فتح الناظور. أتي نفذ نبيل بوبو، نبيل بوبو بطريقة جميلة نبيل بوبو، ولكن تروح سنجي المرمى من الوفاء دريوش. نبيل بوبو يا مامش نسن يعني لاعب ممتاز في التمرير والكرات الثابتة. المهم باش قبل المتابعين غنعزن كيدي ذا رشيد درغال، انت طبعا اختصاصي يعني لسبب مدير مدرسه فتح الناظور، يعني اذا نغيسيو شويه تدخل فئات الصغرى ديال المنطقه النغل المنطقه النظار المنطقه نعرفها من تكمر. تفضل السي رشيد. ثمة بن عمار، اولا تحيي وفي مجهوداتي تقم في مقرانين باش تسيوضم رخوانا رياضه النظار غمار المحبين غمار ثروه النظار لذا النظار لبار اثن دين. ثم بن عمار باش نسير خلف فئه الصغرى ذي هنديتنا النظار مش صغبخ اقليم هنديتنا النظار انه نهار مش توري ذي الفتح الرياضي ناظوري بحد ذاته الوصول الى الربع هو انجاز لانه ما يميح نشي نسمش السنم بانه لحد الساعه الفئه الصغرى لا الفتح لا الهلال عاد وفيت فوربو ماني غطرينان مش توري نهار انترارك دريوش دريوش سارحات يعتبر كانه ملعب خاص للدريوش لانه تيرا عندي الفئه الصغرى يمقران كل شيء نشي انت في الفاتح للهلال والو الملاعب المديريه التعليم وضغط التعريب والخبار من نفس القانشين الشق الرياضي كانه ويجي شغاصر ولا اهتمام مش توالى من نهار ملعب الشباب والرياضه انه يكوار انه شين قانشين معلمه نيتو غانا غفور بونيتو هذه ترينان فئه الصغرى رخو انه زي قوامي يروح غا المديريه يا يوقع سجل الاهمال ضم قران البنيه التحتيه صراحه رخو قارز شين تذور بانه راح المنعدمه يعني رخو غانغيج نفوربو قربوا يا الله رحم الوالدين ماذا يصير عن فئه مقران ماذا يصير عن الفتح الهلال ذا الكيندي ذا الحسنيه ما يصير عن الفئات الصغرى ذا نقاس بانه فنديتو توكي بالانجازات الرياضه ذي هنديت النظام مش تورى نهار الهلال تقعد غا القسم الاول هوات الفتح قد القسم الممتاز هوات يعني باش انه ذي كيبا وذا باش غازني رين طار ونطماط وزم لانه ما يمي يحنجعنا باش نتقد التكوين باش نتقد تين وغانغبو البنيه التحتيه متوفره يعني هو ذا المشكل امقران يتواجه نديتنا النظر يعني ما يمشي نبدا نتنادى قارس انه يخصنا غيج الملعب يعني ونيتا خاصه تيري يعني حاس الفئات الصغرى ماني غير انه هذه وقع شوت التكوين التاطير باش حنجار تصيوض مش توري ذا الفتح الرياضي نهار ذا المواهب ولكن اترينار والو ماني انه ماني الموهبه يا باش انه اتقعد نغطمغا اخصاص ماني غطرينا ماني غنو غتسن ابجد كره القدم ثمانية توري اخويا بن عمار ومش السن مارا بانه الفتح الرياضي الناظوري زير بدا غاس الفئه الصغرى العمريه بدا غانغ انه ميني كادي جونيور ذي المستوى تار زي المسؤولين تنديت من النظار انه اذوك بن نهار الرياضه تنديت اذوك بن بالون مش توري انه كره القدم تاذي جان انقاذ شي القطيره بدا قاخور بدا ثيني قطيره التنميه نا الرياضه الرياضه انت تعتبر قطيره التنميه ذي هنديت ذي الاقليم مش تو انه لا الفتح لا الهلال نهار السبب عندها 15 بارتي ذا 15 بارتي يعني 15 كيبو زائد 15 كيبو تازن 30 كيبو تازن زي بار هنديت يعني ذا لوتيل مشى وذا راح نغير السواق الصغان وبوذا كي زندس الجماهير يعني ذا توقعيج التنميه الاقتصاديه ما بالك انه تافذ يجن كيبو نيخسرين كيبو دي بريميرا نيغ دي سيغوندا يعني ذا نتا ديريج التنميه التنقرات تيري الشركه حتى نتا زنت نوض تقطبن هنديت النهضه لانه ما تيري اسم الدس على الصعيد الوطني بانه قادين كي بوتي لاندي بريميرا شي ما حدا نسي انه المسؤولين لا المنتخبون لا انه السلطات انه توكب على الرياضه سجن الجهه انه على الرياضه ايوا لله وهذا اللاعب ذاك تاع عمصة زاد انه على رياضتي ويا غزال نتتا ونقار ربدا المسؤولين تنديت لا المسؤولين على الجهه بانه تنديت من النظر تزخروا بالمواهب تزخروا بالمواهب وش ما سنتفوس لان هنا الطاروان وم وتجيبو سين زي العائره قنيغ زي اليمن هنا الطاروان تنديت
إن خصاصا أنه الاهتمام غادي تنتهلا ما تنتوش نفوس يعني موزين تتعبوا شي حاجه مقران تتهزوا من الملاعب تتهزوا من البنيات التحتيه تتهزوا مراكز الايواء لانهم ماني غير حراما غير انه ثني غتفضل الانديه النظر الفاتح نغذ الهلال انه الانديه يغاصن للمقر ليجن حاجه لا تفقرت بانه المسؤولين فاشلين وانه رغم العلم انه هذين المسؤولين ديم دوكرنا ثقاق تسويث وقاق انه ينثى ذخني غثى في الزمانيه انه ثنديت النظر كوار انه ذي الحاضر ديال الرياضات قاد بانه مسؤولين فاشلين اذ نطفى اذ نتوقام بانه مسؤولين الانديه انه هذين يبون المسؤولين نهار قيبا ذي الهلال انه يجي المسؤول غاصل غيره غاصل غيره خارج الرياضه ما يموتيش بفوز حتى الفتح يعني فريق مستقر تازي 10 سنين سبيبي عند انه غازدين نيران تد يعني مسير يعني الفرق استمرت على غازي وذا بالنعمار ثم بالنعمار مني غثفذ بانه ثندينت وكي كتواك بشال انجازات النش لانه بحق ذاته انه البقاء ذي القسم ذي جا الفتح هو ذي الانجاز لانه ما يميخ مي غثفذ انه المسؤولين تنديت النهضه شنو الشين عامي تو غنتي راه الصعود تفهم كناس العامل في الوالي يومين كيس ندي فوربو ومن ينزريتو فيديوهات انه خير دليل وقين عاد جان من يمين غثيني ذو ما قاذ بانه ذا انه ذي نشان حاجت ما انه المسؤولين خصنا بويا رياضة ويا غزة لانه مين ذا سنتراغ يطاس المشاكل ذا سنتراغ فوربو ذا سنتراغ خصاص البنية التحتية يخصي يطاس نحواجة ذي لين بيهم دين ولكن السي رشيد شقلعة قوى وذا الواجب نسل مراني هني يعني قاني هني ذي الحوم ذي الاباء يعني نحنجعنا هنا المسؤولين يعني غير قذن محاولة خطيرة فريق فتح الناظور اصاب اصابات الحارس والمواجهين فريق فتح الناظور كنتمنى ان الاصابه ديالهم يعني الاصابه سنتيري ان شاء الله ان شاء الله تيري باش تمشي تم قران ما مشني غرشيد هنا قد تعرون سن كيفاش غاسني يريد الهاجس كيف يعقل هذا يريد الهاجس انه هاتكش ذي مش هذي يشني غات تيع ذي مش وتجيبو الهاجس انما السهر خراحة نتار ونق وتجيبو الهاجس بالعكس هذي وانت ذي الواجب خانق يخص ثنق والاهتمام الشباب واجب خل المسؤولين يخص هذا تسمى زيان تاع حزان الخزان هذا في الحلول وتجيبو الهاجس طبعا انا يا ثومة بن عمار ذو هذا النقار ذو هذا هذا النغرب دا ينقال قارص بانه يخصص واجب انه البنيه التحتيه انه تيلي متوفره شي نعاد نساور خفور بو نصور خميت راح غير فازني غير تلاحظ غير مكنس غير تلاحظ غير وجدا واه تلاحظ غير وجدا حتى في الفور بو ذن عطى الله ماني ما ادري حدا حتى في ذا ديرا وغاس نبول المشكل وغاس غاس كيبو المولودي غاس فور بو وغاس نبول المشكل ماني غاترينات ماني غيران الفئات الصغرى ماني غاتلفت الشيء ديال النظر عاد غانغ المشكل اولا ماني غيران الفئات الصغرى نغماني كنت ماني انه الفئات الصغرى يا كنت بارتي ذا شي ما باش تسن بانه والله العلي العظيم توقيع عليه الفتح عليه الهلال انه ثاني تاق المسؤولين خل الانديه السنتف والتيفن ماني غيران باش بارتي ذا انه اتبرمج بارتي ذا والتيفن ماني غثيرا الشبيبه تفت خساب 5 كيبو ماريخ سسنا ديران دين دي الشبيبه اتاني التحرامي نهار غانغ ماريخ كيبو تشناب عمد 5 كيبو تحرامي نهار انه ذا الشبيبه واش تقديشا خويا تقديشا ذا يخص انه التفكير جليان زي الجماعه النظر انه تف الوعاء العقاري نشي نقاسي الجماعه ونسرقها باش ملزمه نهار تبني فوربو لانه الجماعه انه على حسب انه نقاسي توفى الوعاء العقاري اما شان حاجه تنوض تبقى غان المجلس الجهه المجلس الاقليمي الى مين تقل من الدور نصن ذي اقليم النهضه يعني ذا ذواني تتسؤال شين الجماعه نقاز نهار وفى الوعاء العقاري شين كجماهير كمتتبعين يوبالون انه قان غاكيوم باش انه ولا نشينا نسل ماش غنصغوي ماش غنترافع باش انه الملعب هذي ريدي هنديت من النهضه نشين ما عند عاد الوعاء العقاري ذو هذا المشكل اذا شقاق مي كيسنا السير ديال الجهه مي غاتسيو ذاك المجلس الاقليمي كساعد راه ملي قالش ايوا ثما والو خصها تضبع الجماعه ثما فهمت ذا تفنا نغل حل بالنسبه لرئيس المجلس الاقليمي تقول قاعد كيجن لايف نيي ثما ثنا غنبيت الرياضه تقول الناس وضبيقه ذي نجن خبر مفرح ذي نيشن خبر تقول غاس مركب الرياضي قصفي على حال ثومة بن عمار باش نشدت السيوره لانه شي ما نتخسن السيوره قال نسيو ذنا انه باش الساعي دار رحموني رئيس المجلس الاقليمي ماش تسنى ما مانيت انه يحسن خانغ بانه باش يدير المركب الرياضي بانه الدوره اللي المهزله يعظون ضد دوره المجلس الاقليمي بانه صافي ذا نديت النهضه غادي يسير الملعب اني غادي يسير المركب الرياضي ما يسير كان على المركب الرياضي شي واه نزري واه انت وريشه يخساد كار هاد باش انه تيراد كل جماهير الغيوره خا رياضه باش تيراد الحسن العاطفي يخسمني ويتريشه ما رادني شان المعقول هذا نخي دينين مرحبا مش نسرى مش توان تسرى بدا نقاس بانه قذيني
يجي للملعب انه غادي يهدي النظر غادي يخرق جاع 10000 15000 متفرج، ولكن ارمرمي يتغيفق الله اعلم. ومن يسواني ثاني ما ينسينا اذا خان الملعب هذه فق غير الوجود نغينا من هي وهنسينشا تعاودني عاود من هي نسراث ونسراث عاودوا غنسرعوا عاود التصيمان قانش بالله قال مجلس اقليمي قيد بعض ضعبي المقر ديال المطار والسي الهلال وضعبي ديال الفتاح بالذي ان شاء الله القطعه الارضيه عاود رضمانيا وهنزر ان شاء الله السي رشيد التصيمات تير عند المشاعر الرياضيين نتمنى يوم ويتيري ان شاء الله محمد نغش السي رشيد بالنسبه بالنسبه للسي رشيد المنح الملاح للجمعيات نزرى انه مجلس البلدي يقى مجموعه المنح الفرق ونزرى مؤخرا انه مجلس اقليمي يعني اثنين الفرق استفدنس المنح هما الهلال الرياضي النظري لكره القدم النسويه الاثريريف النظري لكره السله النسويه. اولا انه ما مش تسلم ما مش تسلم مره يعني اولا باش انا الكيبو بعض الكيبو ما استفدنس المنحه نيشان زي المجلس الاقليمي في حد ذاته انجاز لانه ما يمي مش نسن ما مش تسلم مره الاخوان انه كيبو النظا راح كتازي 4 سنين واستفدنت شن حاجت ني غير واستفدنت شن المنح ديال المجلس الاقليمي ذا عاود قال بانه سعيد الرحموني ثار رساله خاصه للشخص سعيد الرحموني وجيبوا رئيس المجلس قال اثومات سعيد مراذي نيشان المشكل نيغ مراذي نيشان الحزازات جارج دار الرئيس من الهوند السابق سليمان ازواق باش تحرم كيبو يتمثل الاقليم ونيتا كيبو يتمثل الاقليم على اعلى مستوى ديال البطوله الوطنيه القسم الممتاز باش تحرم المنحه مانيتا لا يجوز يخص انت تدخل عاجل لعامل صاحب جلاله لانه ذا حرمان يجي الفريق يمثل الاقليم نتيجا خاص الوصي يعني ونيتا يخص تدخل عاجل محاسبه الرئيس المجلس الاقليمي ذنيتا رغم انني ذا فتحي ويراغ ذيك بول الهلال الهوندي راه كادي جونيور ميني فهمت راه غادي يسجن سنوات تيم قرانين نقارس بانه هو كيبو تنديد وكيبو يتمثل الاقليم يخصص ورا انت ذا سوشن المنحه ونقارس للمجلس البلدي للمجلس الاقليمي شهر جنت برات قاغاسنت هو انه يخصص قال لي باري من المنح انه ذا اتفوت جيبو شخصنه المنح وهذا المنح اتفوت انه كل كيبو القانون القسم الممتاز مثلا قبالون وخوي جيشا القسم الممتاز مش كين طنجه مش كين تندانوني القسم الممتاز 300 مليون القسم الثاني ممتاز مثلا 150 مليون شذرا حنا مني شنو نشكي فاتح نير كهلال اش دواري ما قاعد غا سيغون دقه غاري 150 مليون ديال البلديه وتفدوا غريب ولا مشكل عدد فكا ايوا لا رجا في نيخين ديال غاري 100 مليون ديال المجلس الاقليمي وتجيبوا شي كور عام كي باواد نيغ الانديه نيغ الجمعيات تكذنت قناص هي وهذه كس المنحه هي وهذه سنقس المنحه فهمت وسير مش حدا يغيوش لا قائم من غاكيدي وانت قيم بوذي مدكر فهمت وتجيبوا كي المنحه تطرح انت يوم الدكر نيغ باك صاحب با نغواني تنغ وشاس وجيبو لنا كساس نغوان من غاكيس قال والله ما يستافد ماني خصص ويتي ريشا ماني نقار ثابرتي نقاري المسؤولين نتمنى ان شاء الله اشتي الدري وشتراني الفات ذا نقار انه بصراحه بارتي ذا فغاس السيطرة الحكم لانه ذا إن هذا النشئة يخص تسلم ماش غتسوي هذا بارتي ذا النش والحكم كذلك ميسن تنديت النظار يخصو شي ناس نوش فوس لانه شي نواد بنادم ضروري ذيك فايو ضروري ذي خضا نتمنى يستوفيق ورا انت لانه انتاج الشاب للشباب تنديت النظار. المناح باش نقسى منوس اخويا نشوف شحال غيعرف واش وقت تدي على المزيان غنغتسنزو نيوان ديال الجمعيات نشي ندي سبورت ناظور يعني قارش نتواحر مثلا اللي ربما ذي القسم كرة القدم تقول لي باريم كرة السلة تقول لي باريم كرة اليد تقول لي باريم العاب القوى مثلا على حسب النتائج المحصل عليها ني غاسلكش مثلا المنح كيف كيف بالنسبه للفروق النسويه مثلا غادي نعاود كذلك لي باريم طبعا الافضليه قتيري كره القدم مارث قعدد مثلا الشني في حرمين طريق قعدنت مثلا القسم الثاني وانس دين الباسكيت وانس دين ضابي كره اليد تحرمين وغانخشيك اخويا رشيد اني وغانخشا اني عاود تحرمين تمارس الرياضات الفرديه ربما ما يمينش الشي لا مثلا شي نشتو حتى الميداليه الذهبيه وينات طاحتيش نتيجه نشيك نغيج المنحه تصفر راحت زيت ما انا هذا غير حل تصل المشاكل ونفخ صوت تصل المشاكل خوقش مثلا انا حكى نموذج المجلس البلدي خوا يحيق يقصى
هلال ناظور لكره اليد. ثم رشيد خطيره خطيره خطيره، هدف تعادل الله بعيده، كره بعيده على فوق المرمى. ثم رشيد الوداد البيضاوي اقصاء 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 صراحه، يعني طبعا استبدل نزيل مجلس الجماعه النظاس المبلغ 3 مليون، ولكن تراجع نجل الاستفاده زي مجلس اقليمي اقصاء اخويا رشيد اقصاء سن الحاره الطاسي الشباب ونعني مش فارش ديال اللايف غاسن يوقعش التفاعل مش نخان الشباب تيران خو قعد فريق غاس عاد مباريات السد غاس مباريات ماراثونيه ذي 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 السد يكسير 3 مليون المنحه مش توريش كرشيد ما تقد يسدوها يحل البطوله السي رشيد. ثم اولا يعني مش نقاش المنح ثانيا تشكل لي جزء وها زي المصاري فهمت وزما باش تشكل مار المصاري مش لانه مش ما السؤال اللي غاري هو انه في بويا مش حي تيرار مش حا بارتي ذا في غاس مش حا غاس المصاري ذا انه يخصص الجماعه انه اتق انه ما مش لست شا مثلا الفات دوشا سي الهلال دوشا الهلال وكذلك لانه الانديه وتفوت جيبو ذا سي توقيع امر وامر ذا الانديه لازم توقيع تور نقاش هذه وقع نيشان مش استهجر استهجر من هو استهجر هو استهجر هذا قاعد يخصص يدير العدل لانه ماش نتسرى باش نتسويت كيبويا مثلا كيبويا تورد يعني وكي بوج مش شني عاود 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 يخصو تعويض بوير هاد كيبويا ينو هذا سوش قدا كيبويا جيبو ينو استشغل بوت ثاني تا مش شني مرقين لي بارين ذو هذا الحل الرئيسي باش انه هو يتغوي ميبوت غويث لانه ما يمي مجاش النيغ مش قبالون السنة كيبوينا مش حاجة يستافد باينه مش حاجه وين دا كيبو الهود غاس مش حاجه يستافد فهمت الباسكيت سن مش حاجه يستافد فهمت حتى هنا تا هو دينا واش يتقسبوا الحال نشقي ليها تستافد نفس قدا فهمتني غلط وجيبوا كل عام يجي عام سوش 5 مليون يجي عام سوش 3 مليون يجي عام سوش مليون تلقاو تجيبوا التيرات فهمت هذا انه قينا قاك السيني سمن تندين سعود جاناش بانديران تندين بانه قاس كيبور تيرا الباراجات وتيرا اعلى مستوى ماني يحسبنا ما ديك ديرها الباري ما خويا رشيد اصلا الجمعيه وتحت مثلا قد الهواد حتى ثم تبنى ما من غادير الباري حتى الجمعيات الوهميه اني واجبوا لي اعتماد وتقنطوا الانشطه ظني تيري انه فينا اظهر حرمان زي انه وتيري وغاسن تبول المنح صح ما يمي من غير اللي باري تسند بانه ذينا وتستفيد من صدور ولا فهمت؟ صراحه خويا رشيد غاري الدراسات المتابعين يعني الاحداث غاري الباري ما قش مثلا غادي تمشي البلديه 300 مليون سي بو داس الباري ما تنفاق بالعدل من التيراد على حسب من التيراد تخسد مثلا مش مي غير 40 مليون مثلا ديال القسم الثاني هو تخسد 40 مليون قاعد غير القسم الثاني هو خطيره اللي فارق فتح الناظور لا 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 هدف 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 قول الهدف الثاني 3-0 3-1 عالم الجوتي عالم الجوتي اللي يسجل الهدف الثاني له في هذه المباراه والثالث لفريق الفتح الرياضي زمارنيني فريق فتح الناظور يحسم المقابله يا لصالحه ويقعد غنصف النهائي طبعا السي رشيد المجلس يتناقض المجلس الاقليمي يتركز يقاش التناقض يجي نهار كاع ينش سيدي قال في حرامين راح انت كوزينا نهار نهار سيدي في حرامين ديال اتفاقيه الشركه من ينزم رانيني انه الضغط من الشارع يعني يتسبب انه يجيتو هذا السبب انه مجلس اقليمي هذه الساسنه الى الجمعيات ذي المنح امام سمس في انتظار تسمى التحرك لجمعيتنا شينا السي رشيد ونزمان السي والخمار فهم دائما يقصشين ثماني قا ثومة بن عمام جاش نيغ انه خمين غافل بانه ذي نيبو العادل وذي نيبو المساواة جا الفروق جا الاندية ثاني تم جاش نيغ انه يخصص ضروري تدخل عامل الاقليم لا مجلس الجماعة لا مجلس اقليم قارز انه تدخل يخصص غيري ضروري ذي منايا باش تشكى تكسد المنحة مثلا الهلال الهوند يجن كيبو نهار يتمثلش على اعلى مستوى نهار تفرج ديج دي التلفزيون السي سعيد السي سليمان هادشي كتحرم السلمين حال المجلس الاقليمي قهوه في حد ذاته وتجر وانت ثاني تا جريمه ثاني تا في حق تندي سن الاحداث سن توقع عندي انه نشتني ثم انا اذا سنقا قاس نبدا انه بعد الحزازات شو كيش جيغبو مليح مثلا دي السياسه خمي تغثس الانتخابات اروح خدني بين يد او مينو حنا تيديك باش انه شكمانيه تسد غادي تصفيض انه ذي المجلس الاقليمي
انه السكينه تنتخب خاش باش انه اش كذا سنتوفى انه مين وزون شي مجن السن انه ذي اي ثندين اتفض 75 غير 85 ديميان السكينه والزون على الرياضه وزون على الرياضه تويا غزات نشي نتفق انه المسؤولين غير ثندين النهضه الهم الناس هو اتكمل انه مسلسل سنت كومباتي سنت جارسان انه ذك سغيواني تذع الغيوا وانيتين وذم ذكرينو ثاني ثلاثة غمات بن عمار مالان سيغيا موت قاعد المسؤولين شنوينا عمصة تيريشن تغيير ذي ثنديت وعمصة تيريشن تغيير ذي الإقليم وعمصة ناف أنه على الرياضة ذي ديت النهضة هاتو يا غزال لأنه ما جاش قاغة غمات بن عمار على الرياضة غيبنا نخيش نص الشخص يعني عمصة تويا ماش نقا نهارا أنه ثاني تامر أنه الرياضة نثبنا خل المكتب المسير وها قول الله ثم والله ما تنجح لانه ما يمها قال المكتب يوضغ اعلى مستويات ولكن انه مروض ينيبو انه نقاشين ستوازي كثير تنخارط المجالس المنتخبة كي تنخارط المؤسسات المالية الشركات المعامل مالو كي تنخارط لينا ذي هندية النشط يعني ذاني تعمص ما تراجيز بأنه كيبو يديري مليح يعني ضروري أنه كيبوني هذا سيوقع ذي وقع أنه ذي هو ذي السلام الناس ذا وانيتا ذو هذا المشكلة غنغضي هندية النهضة من ينتسكسا خميض قادم أنه ما يمي الفتح وتقبل النتائج ما يمي الفتح وتراب أخو قاعد لأنه تراب أخو قاعد هاق المكتبي قل مجهود يجن عام ولكن وكيسيو في حدا كيسيبد فيما أنه نشين ما مش نزرى أنه ذي نضاناتي تكون غيت نفسا تدخلات العمال نسان الولاد أنه تصن تدخلات تتفذ أنه شكل عامل ذو الوالي تزدغى سار كيبو قاع من يعذون وها أنه خير المثال انت في الكوكل المراكوشي الوالي ذي ظرف أنه شها يسمون الزيد إقليم المسقان الزيد الولاية يسمون أكثر أزيد من مليار سنتيم نشين دانت هذي هنضيخنا مين دانغجم عليه كيبو هنا مين داسو شيني كيبو واتفذ والو صحيح ماشي داني تو واجبو انه مقارس بانه على الرياضه اسوش نشوت الاهتمام ازار نسوفوس لانه ما رضى على النغ انه خمي غير تذمي شي تيرا البالون تسمى بانه شينا سي رشيد نزماريني انه التغيير فوس الشباب لانه خص القطع اكيد وذاك المسؤولين هنا يدي تسند سون يعني نشتسن من عند الكراسه ديال المجالس النق نشين خصنا بالدران نشين نوجه النظر نشني الشباب انه خص يخضعن بنادم ذكم شان الناس حما اثني دعم ذي الرياضه قراني هنا الهدف الثاني الهدف الثاني جوج ثلاثه جوج ثلاثة لفريق دائما لصالح فريق فتح الناظور تقدم فريق فتح الناظور بجوج بثلاثة لجوج ما مشني غير رشيد رنشن فالتا ذينغ لأن رغم ذلك رغم أنه مرة من توقيعان كاع هذه ثند ذي مجلس قاعدة ديال الانتخابات نش ذي سبورت ناظور قاغش شاد غير مجهودة تينهم مرة غير مجهودة تينهم قراري حما حما يوذن وتعقب بيودنا وتعقيب من غير المجالس المنتخبه ونشتواعد خش السي رشيد التصنيف وذن وانتزار ان شاء الله ذي الانتخابات يديوسين اي حنخر كواسي وهذا الواعد محمد بن عمار وعقر خوه ورينا خويا رشيد ندور غا بارتي ذا النق ربما سنش حقي من الوقت انتيرار ديار 45 مينوت رخو ربما توقف المباراه ونسيتش حي يعني الاربيت من الوقت بالوني الوفاء خطيره الحارس تدخل ربما بعد لحظات ويعلن بلال برمو على نهايه هذه المواجهه دائما تقدم فريق فتح الناظور استرثاغش محاولة أخيرة لفريق الوفاء الدفاع كي بعد الكرة التماس تمس لي وللوفاء الدريوش فريق دروش كيضغط بكل لاعبيه في منطقة فريق فتح الناظور من أجل تعديل النتيجة لحظات ويعلن الحكم على نهاية المباراة بوبو نبيل شغل عمر كيراوغ مازال محافظ على الكرة كيغير الاتجاه في الجهة اليسرى خطيرة لفريق وفاء الدريوش كرة قدفة بعيدة جدا على مرمى انت شكرا رشيد درغال اللي رافقنا في تحليل يعني والحديث عن معاناة يعني الفئات الصغرى هنا بمنطقة الناظور ما حددناش بالضبط شحال الوقت اللي غادي يضيفوا الحكم في هذه الجولة الثانية
دائما وربما. وفي هذه الاثناء طبعا نعم متابعينا الاعزاء على صفحه سبورت نادور، في هذه الاثناء الحكم بلال البرمو يعلن على نهايه المباراه، مباراه الربع نهائي لعصبه الشرق فئه اقل من 17 سنه. فريق فتح النادور يتاهل ويحقق يعني التأهل إلى النصف النهائي، مبروك لكل مكونات فتيان فريق فتح النادور وعلى رأسهم المدرب محمد الناصيري. انتصار طبعا هناك يعني اللي كنشوفوا أن حصرة لاعبي فريق وفاء الدريوش يعني للهزيمة جوج ثلاثة الجوج طبعا، نتيجة اللي انتهت بها هذه الجولة أو هذه المباراة ثلاثة الجوج. كل توفيق لفريق الوفاء الدريوش في المباريات في المواسم المقابلة القادمة إن شاء الله، يعني بعد ما حلفهمش الحظ هذا الموسم. كل توفيق لفريق الفتح الرياضي الناظوري فيما تبقى من هذه البطولة، بطولة عصبة الشرق لأقل من 17 سنة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نقول لكم إلى اللقاء.